أنت وصفت إفريقيا بأنها المرأة الإفريقية بأنها أغنى امرأة في العالم. هذا أعتقد أنني قلت ذلك انطلاقا من أن دور المرأة فيها مهم جدا، ويجب علينا أن نرى ما ممكن أن تحققه وممكن أن تنجزه من وتحقق إنجازات في هذه القارة. أيضا لدينا أناس من خارج القارة، لدينا أيضا طريق اقتصادية عديدة. أنا أعتقد أننا كرجال أعمال ورواد أعمال اليوم فإننا نتدخل أيضا في عمليات استثمار عديدة من أجل بناء المصانع ومن أجل تحديد الوظائف ومن حال أيضا إيجاد شبكات اللوجستية وإيجاد إذا نظرنا إلى إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للاقتصاد الإفريقي فنجد أن معظمه يحققه القطاع الخاص، وهذا القطاع الخاص ومزيد من مزيد يمكن لرجال الأعمال ورواد الأعمال ومن خلال أيضا القطاع الخاص يمكن تحقيق طفرة اقتصادية، وأيضا يمكن مناقشة بعض الموضوعات إلى أي حد يمكن لرواد الأعمال الإفريقيين والمرأة الإفريقية أن تحقق نموا داخل دولها. إذن كيف يمكن أن تصبحي مليونير أو بليونير ملياردير؟ أقول ذلك من خلال فكرة أنه يمكن تحقيق المرأة تحقق أيضا المزيد من الفرص ومن خلال التقييم للشركات ومن خلال دخول وتنفيذ عدة أعمال يمكن أن تبني من نفسها من خلال هذه الشركات وأن تحقق طفرة مالية كبيرة وتصبح مليارديرة كما أشرت إلى ذلك. هناك اعتراف أيضا كبير بالشركات الأفريقية بأنها شركات ذات قيمة، ومن ثم يمكن عبر عقدين من الزمن فإن رجال الأعمال والشركات الإفريقية لم يتم تقييمها على مستوى العالم. الآن لديها الفرصة لكي تحقق وتحدث هذا التغيير الكبير ويكون لها تقييم في مجال الأعمال على مستوى العالم، وأن يكون لرواد الأعمال القدرة على أن يكونوا فاعلين من خلال اعتراف دولي حول مستوى العالم يضع إفريقيا في ذات مكانة متميزة.